الشهرة عموما بتبقى درجات، يعني اللي مشهور في العيلة ده نوع، في واحد بيبقى مشهور في العيلة بس، تخيل يعني هو مشهور في العيلة بكذا، بهزاره البايخ، صوته الوحش كده. بص هو عموما محدش بيبقى مشهور في العيلة بحاجة كويسة للأسف، يعني بتبقى حاجة بايخة وبرضه بتلزق فيك لآخر العمر حتى لو بطلتها. عمك هيفضل يقول لك زكي حمادة، حمادة يا ابو مش عارف ايه، لازم وما يتقالش عليك مشهور، لا تعليك معروف، معروف في العيلة لأن دي درجة تحت الشهرة شوية، تمام؟ لك ده معروف عندنا في العيلة، معروف بغلاسته، معروف إنه مواعيده قذرة كده، يعني العيلة دي كلها تلاقيها 12 نفر، لا بس هيما معروف، معروف في العيلة. الجملة بدأت يعني بص تحس إن هو إيه، هيما ده معروف في العيلة، فتحس إنها بدأت فخمة ونزلت في طرقة ضيقة كده، في العيلة كده صغيرة. بعد كده على طول درجة اللي بعديها مباشرة اللي هو مشهور في الحتة دي، بتتطلب درجة من الصياعة أو مجهود، في مجهود في الموضوع، يعني إنك أنت تبقى معروف في العيلة دي محتاجة غلطة وأنت صغيرة تلبس فيك المعرفة دي وتمام، إنما علشان خاطر تبقى مشهور في المنطقة دي عايز اجتهاد. أول درجات الشهرة، لا الواد سونسون، سونسون مشهور، مشهور عندنا في الحتة، لا يسأل عليه أي حد، قلت بس النص سونسون يجيبك، خلصت. اي مجتمع مهما كان صغير فكره الشهره موجوده، يعني اكيد الصرصار اللي بيطلع في اعلان ده بتاع اي مبيد حشري وبتاع ده متصيد جامد واخد مساحته في البلاعه ومتنك وسط زمايله لا مش بعيد يكون بيتفرد عليهم، بيفتي كمان كلمهم على انه هو مصاحب فنانين وحاجات كده. بعد كده بقى في اللي مشهور في شغله ده برنس، ده بقى ده انا احترمه، تبقى مثلا بتتكلم مع واحد عمره ما ساق عربيه ولا يعرف يعني ايه كونتاكت، يقول لك لا بص لو كبالن تروح لاسماعيل بلادوس، خلصت دي سمعه شهره، او تحديدا ده الصيت بقى اللي هو الصيت، انا اتمنى ابقى في شغلتي مشهور شهره ابو حيدر في الشاورما، اتمنى المستوى ده اللي هو يعني لما يتقال اسمي كده يتذكر فيقول لك احمد ده المانجا بتاعته كده زي ابو حيدر. بعد كده بقى طبعا في الشهره الكبيره بقى، مغني، مذيع، ممثل، لعيب كوره، دي تتشهر بقى على مستوى قومي، تلفزيونات وكده، وبترجع تبقى معروف بيها في العيله، يعني بعد اللفه دي كلها بتشيل بقى الاسم اللي هو كان في العيله. هل ده بيحسن وضعك في العيله؟ خالص، هم بيحولوها بشكل ما لمعايره او نكته، يعني عمك كل ما يشوفك يقولها لك برضو. انا عندي مثلا جوز عمتي ايه فنان طول الوقت، جوز عمتي لازم كل ما يشوفني ايه يا فنان، وفيها مقلسة مش عارف ليه. انا مره قلت له ازيك يا محاسب، زعل جدا، هو اصلا محاسب. مع طب انا يعني عرفت انها غلسه، عرفت ايه يا فنان. نجوم رمضان معاك على واتشت، اشترك وما تخليش حاجه تفوتك.